يا خاتما للمرسلين من به تشفى الجراح لمن أراد تداويه، يا خاتما للمرسلين من به تشفى الجراح لمن أراد تداويه. قالوا يتيما، قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آوية. إن كنت لم تنعم بذل أبوته فالله أصر أن يضمك راعية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكما بدأنا نختتم بتلاوة قرآنية مباركة عطرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ السيد قطب الطريطي، القارئ المقيم بطريق مركز مدينة الزقازيق. فليتفضل فضيلته مشكورا ماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا لكم والله غفور.
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ. No, 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 no.
يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو يكيدون كيدا وأكيد كيدا. سبح اسم ربك الأعلى. يا رب يا رب يا رب يا رب أكرمك الله يكرمك يكرمك يا رب يا رب. Oh,
سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. فصلي لربك وانحر إن شالك صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام منا لهم الفاتحة. وهكذا أخواتنا أخوة الإيمان الإسلام اختتمت هذه الليلة القرآنية المباركة والتي قيمت لتكريم روح كريمة سعدت إلى رب كريم بتلاوة قرآنية مباركة عطرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ السيد قطب الطريقي القارئ المقيم بطريق مركز مدينة زقازيق. نقلنا لكم عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة ولؤلؤة الأنوار وكبرى محطات ديزل ومخازن الفراشة إدارة علي المرصفاوي والمقيم بطريق خدمة الفندقية المتميزة إدارة المتر محمد السني والمقيم بطريق. وقام معنا بتصوير هذه الليلة القرآنية المباركة وصاحب موقع سفراء القرآن الكريم وحافظ تراث الشيخ محمد الليسي المهندس ناصر صلاح والمقيم بمدينة زقازيق باسم أسرة المتوفي وباسم الحاج سعيد أبو سرور والحاج محمد أبو سرور والأستاذ محمد أبو صبري وجميع عائلات أبو رفاعي يشكرون كل من أتى ليؤدي واجب العزاء. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.